يسعد مساكم مشاهدينا الكرام، مساء الخير ومساء المحبة ومساء العافية عليكم، يا رب يكون يومكم ونهاركم مليء بالسعادة والطاقة الإيجابية، وأيضا نهاية أسبوع سعيدة على الجميع. أهلا بكم وحياكم الله بيوم جديد وحلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة من على شاشة قناة سامراء الفضائية. سأكون معكم على مدار الساعة من الوقت أكيد مثل ما عودناكم مع أجمل الفقرات والتقارير وأيضا ضيفة من ضيوف الظهيرة المميزين. مشاهدينا الكرام، خلينا نبلش وياكم بأول فقرات الظهيرة وهي حديث الظهيرة. اليوم حديثنا اليوم حول التعليم المسرع للبنات. بالتأكيد اليوم هيك خطوة تقام من أجل البنات في أي محافظة من محافظات العراق، هي خطوة جدا يعني تكون إيجابية وتكون جدا موفقة، لأنه بالتالي اليوم يمكن الشريحة الأكبر مظلومية بالعراق هي شريحة البنات أو النساء. اليوم بحاجة إلى اهتمام، بحاجة إلى دعم، بحاجة إلى تسليط الأضواء عليهم، على مواهبهم، على إمكانياتهم وعلى قدراتهم الذهنية. دائما نعرف أنه يمكن خصوصا بالمحافظات تكون هي شوية منعزلة، وأيضا يعني تكون نوعا ما بعيدة عن العاصمة وبعيدة عن مركز المدينة. البنات بها يكون هم يا اما مكملين دراسه، يا اما يوصلون لمرحله دراسيه معينه، والبنت انه هي يعني تترك الدراسه. هذا شيء جدا سلبي بصراحه، لكن اليوم من دا نشوف اكو تطور واكو دعم للبنات، اكو تقديم لهم هيك يعني مبادرات، ممكن انه هي يعني تشجعها انه هي تكمل دراستها، وايضا تكون يعني دائما مجتهده بالدراسه والها فد هدف تريد توصل له. لانه بالتالي اليوم النساء متساوين مع الرجال. احنا اليوم بالوقت الحالي اليوم نشوف انه اكو مساواه بين النساء والرجال، واليوم اصبح موضوع انه ظلم للمراه وعدم يعني انصافها وتهميشها. اليوم اكيد دا نشوف انه هاي الظاهره بدات انه هي يعني تقل، وايضا بدات انه هي مو مثل سابق عهدها بدات انه هي تختفي. اليوم دا نشوف انه اكو دعم للمراه حتى من قبل الرجال. اليوم نشوف كثير من الاباء وكثير من العوائل يعني انه هو يدعم بنته، يدعم اخته، يدعم زوجته. اليوم احنا نكرف كثير من النساء انه ممكن انه هي بعد زواجها انه زوجها يخليها تكمل دراسه، توصل لمرحلة دراسية عالية. بالتأكيد هذا كله راح يزيد من أهدافها وطموحاتها وأيضا أحلامها، لأنه مثل ما ذكرت قبل قليل أنه أكو بعض المناطق للأسف أن هم عندهم البنت أنه توصل لمرحلة عمرية بعد ماكو مدرسة، بعد ماكو يعني مثلا أنه بعد ماكو كلية، بعد ما توصلين أنه أنت يعني ما تطلعين من البيت أساسا. لكن نتمنى انه يعني مثل هذه المبادرات اللي مشاركين يشاركون بها شيوخ العشائر ووجهاء المدينه وايضا مسؤولين بالمحافظات، ممكن انه تساعد انه هاي الظاهره انه النساء فقط بالبيت، النساء لازم ما تتعلم، هاي الظاهره بدت شويه شويه انه هي تنحسر، وايضا ينوضع لها حد، لانه بالتالي هي المراه نصف المجتمع بل كل المجتمع. دائما يقولون انه وراء كل رجل عظيم امراه، يعني اليوم المراه ما راح تكون خلف الرجل العظيم اذا هي كانت ما عندها اساس قوي، ما عندها البنيه الصحيحه انه هي تكون مراه مثقفه متعلمه واعيه. فديك في الموضوع جدا مهم. اليوم نشوف انه بعض الرجال او مثلا بعض العوائل انه يترك بنته بدون دراسه، يهتم فقط انه بابنه. طيب ليش هاي التفرقه؟ ما اليوم انت لازم تفكر ببنتك انه هي وراها مسؤوليات، وراها حياه، وراها انه هي ممكن تتزوج، ممكن انه هي يصير عندها اطفال، اطفالها منو راح يعلمهم؟ هنا كدور جدا مهم يقع على الاب هماتين. الاب اليوم يجي او الرجل بشكل عام يجي يختار امراه للزواج، لازم يكون يختارها انه هي انسانه مثقفه واعيه، حتى اذا ما كان عندها شهاده او مثلا واصله لدرجه من الدراسه، يعني مثلا ما واصله كليه او مو خريجه، لكن عندها الثقافه الكافيه، عندها العقل الاستيعابي اللي هو يقدر يوصل بيه اطفاله لمرحله دراسيه جيده. ممكن انه هاي المراه تقدر انه تدرس اطفاله،
ممكن انه هي اهتمام بالدراسة، اهتمام بالاطلاع، لانه بالتالي اليوم نشوف انه الثقافة والوعي بصراحة هو غير مرتبط بالشهادة نهائيا. اكو البعض يقول انه هذا مو مثقف لان ما عنده شهادة، لا ما لها علاقة. اليوم الثقافة وايضا الوعي وايضا الادراك واي يعني دائما ما لها اي ربط بالشهادة نهائيا. انا اعرف كثير من الناس اللي هو اصلا ما عنده شهادة ثالث متوسط، لكن عنده من الثقافة العامة والادراك والوعي يفوق انه شخص عنده ماجستير ودكتوراه. فبالتالي نرجع لموضوعنا انه الدراسة هي صحيح مهمة لكن الثقافة أهم. فأكيد نتمنى أنه ظاهرة تهميش المرأة وأيضا عدم إكمال دراستها أنه هي تختفي. مشاهدينا الكرام أكيد ما زلنا مستمرين معكم، لكن عندنا تقرير حول هذا الموضوع مع الزميل علي الآلوسي، خلينا نروح نشوفه بعدها راجعين معكم. العلم مثل المحيط، لا نرى آخره ولا نهاية له، والتعلم من أساسيات بناء مجتمع مثقف ومزدهر. لذا أقامت مؤسسة شبابيون للتنمية جلسة حوارية تطرح موضوع التعليم المسرع للبنات. أقامت مؤسسة شبابيون للتنمية جلسة حوارية بعنوان التعليم المسرع داخل القضاء بحضور عدد من الشخصيات في حديثنا، وأن فيها نقاش كيف يتم تسجيل البنات داخل المدرسة، ولماذا تخرب وهي معوقات الارتحال دون تسجيلهم، كذلك كيف ترمي المدرسة أو إنشاءها أو فتح دوام الزواج. ولاقينا ترحيب كلش كبير من الحكومة المحلية داخل القضاء والمجتمع، وإن شاء الله تكون فتح خير للقضاء وكافة البنات الموجودات. برنامج أو مشروع معنا المساواة والدعم من جمعية الأمل العراقية هي المساواة القانونية بين الرجل والمرأة، حقهم في التعليم، حقهم في الحياة الكريمة، حقهم في الصحة، حقهم في التوظيف أو في الدراسة. عبر الحضور عن أهمية التعلم المسرع للبنات، وناقشوا أهم المعرقلات التي تسببت بتركهم التعليم ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها. حضرنا اليوم طبعا الندوة الحوارية حول التعليم المسرع للبنات من الأعمار 12 إلى 18، ومن المعلوم أن هذه الأعمار حساسة جدا، وإحنا في منطقة ومناطقنا مطار شائرية كانت هناك معوقات لدفع البنات بهذا الاتجاه، ولكن جهود الإدارة المحلية وقسم تربية حديثة متمثلة بالدكتور غزوان مدير قسم التربية الحديثة ودور الجوامع في هذا المجال، تم توعية الأهالي لدفع الطالبات من هذه الأعمار إلى المدارس التسريع، لأنه هذه المرحلة مرحلة حساسة خطرة وبأعمار حساسة جدا، ولذلك الجهود متضافرة في هذا القضاء لأجل إنجاح هذه العملية. وإن شاء الله جهود التربية بمختلف قطاعاتها وقطاعات المجتمع ومنظمات المدنية منظمات المجتمع المدني إن شاء الله تصف في هدف واحد وهو إنجاح هذه العملية، من الله التوفيق. اليوم كان حضورنا كأعضاء ممثلين عن جمعية الأمل العراقية، نفذنا جلسة حوارية في مدينة حديثة من أجل التعليم المسرع للبنات، هو انه دا نشوف قبول المنطقه لهاي الفكره. الفكره من عنده انه هو ادماج الطلبه اللي اعمارهم تجاوزت سن المطلوب للدراسه، نفتح صفوف اضافيه لهم، نحصل موافقه انه نفتح صفوف اضافيه الدول للبنات. كانت الجلسه بحضور ممثل قائمه مقاميه حديثه، مدير تربيه حديثه، شيوخ من المنطقه ومؤثرين ونشطاء. كان اقبال للفكره، وان شاء الله يعني انه راح تكون خطوه كلش ناجحه. اقيمت هذه الجلسه ضمن مشروع معا للمساواه الذي تدعمه جمعيه الامل العراقيه، حيث يهتم هذا المشروع بتنميه قدرات النساء والمساواه القانونيه بين الجنسين، وكيف لا والمراه نصف المجتمع. لقناه سامراء الفضائيه علي الآلوسي حديثه.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وشكرا للزميل علي الالوسي على هذا التقرير اللي عدلنا اياه اكيد من محافظة الانبار. اليوم التعليم المسرع للبنات خطوة جدا ايجابية وجدا مهمة لتحقيق اهدافهن بسرعة، خصوصا انه العمر اللي يكون بين 12 سنة الى 18 سنة، هذا العمر يكون للبنات عمر جدا حرج، عمر انه البنت تكون بحاجة الى الاهتمام، بحاجة انه الى الدعم، بحاجة انه هي تكون لها فد هدف انه هي تريد توصل له. اليوم انه اليوم من اي بنت او اي شخص او حتى اي ولد، مو شرط انه تكون بنت، بهذا العمر يبدي انه هو يخطط لاحلامه بالمستقبل، يبدي انه يحلم بالمستقبل انه هو شنو يصير، ممكن هو يصير دكتور او مدرس او مهندس او اعلامي او يعني وات ايفر اي مهنه، لكن يبدي التخطيط لهذه الخطوة من هذا العمر. فبالتالي هذا العمر بحاجة إلى اهتمام، بحاجة إلى أنه إحنا ما نهمش البنات. أنا دا أحكي عن المحافظات اللي لحد هذا اليوم ممكن أنه عندهم أنه الدراسة مو مهمة، بالعكس الدراسة جدا مهمة، حتى وإن كان عدم توفير فرص عمل، لكن لابد أنه يجي يوم وتتوفر فرص العمل ونستفاد من شهايدنا، نستفاد انه كل خريج يتعين باختصاصه. لا ننظر للامور بسطحيه، لا ننظر للامور انه اليوم بسلبيه، لكن لازم انه اليوم تتعب اي بنت على نفسها، اي عائله عندهم بنات او بنيه، ممكن انه اذا ما عندك امكانيه توصل كل بناتك الى مرحله دراسيه معينه، حاول توصل وحده او اثنين من عندهم، لانه ممكن انه يعني تخلي جزء من عائلتك ان هم يحققون احلامهن، خصوصا اذا انه انت تشوف عندهم الشغف بالدراسه، عندهم الامكانيه العقليه انه هي توصل، ساعدها بابسط الامكانيات. بالتالي هو التوفيق من رب العالمين، لكن اليوم ما ننسى انه المراه بحاجه للتعلم. اليوم اكو موضوع جدا مهم، انه دائما يقال انه سلاح المراه هو الشهاده. بالتالي هاي النظرية ممكن هي تكون بها شيء من الصحة وشيء من تكون غير صحيحة، لكن هي سلاحها شهادتها، لكن اكو امور اخرى انه هي تكون هي سلاحها بالتأكيد، لكن السلاح الاول لها بالحياة هو الشهادة. لانه دائما نسمع انه من اهالينا انه ماكو احد يدوم الاحد، لا اب يدوم ولا زوجي يدوم ولا اهلي يدومون ولا اخي يدوم. فبالتالي انه المرأة من راح تنترك وحدها، من يكون المعيل لها؟ ما كثير ما حالات تشوفها بالشارع هي ما عندها اي احد معيل، بينما لا، هذه المرأة انه هي عندها الامكانية، عندها عفوا عندها الشهادة، عندها المرحلة الدراسية اللي ممكن انه تساعدها تشتغل في اي مكان، ما كان يحتاج احد. فبالتالي اليوم ضروري انه احنا نحافظ على بناتنا وايضا نوصلهم لمرحلة دراسية جيدة في سبيل انه هم يكونون فعالات بالمجتمع. مشاهدينا الكرام، هذا كان حديث ظهيرتنا لهذا اليوم، اكيد ما زلنا مستمرين لكم، لكن عندنا انتقال الى فقره اخرى من فقراتنا وهي فقره تعرف على طفلك. هذه الفقره تحدث اليوم عن الطفل العدواني. اليوم شلون نكتشف الطفل العدواني وشنو علاجه وايضا شنو الاسباب اللي تخلي هذا الطفل عدواني. خلينا نروح نشوفهم بعدها راجعين ياكم. طيب هو يكون عدواني لأسباب كثيرة، ممكن هاي الأسباب تجي مكتسبة عن طريق المدرسة، عن طريق الأهل، عن طريق الروضة. بالتالي اليوم هذا الطفل انه ممكن يكون اكتسب هاي الشغلة او اكتسب هاي العادة يعني تأثرا بعائلته، تأثرا يعني بالمكان اللي هو يكون بيه بالروضة أو بالمدرسة. فبالتالي اليوم هاي المسؤولية تقع على الأهل، تقع على المدرسة، تقع على المعلم المسؤول عليه بالروضة، لأنه اليوم نشوف أنه الطفل دائما نسميه أنه هو مغناطيس، مغناطيس لأي عادة سواء تكون إيجابية أو سلبية، خصوصا الطفل العدواني
أنا اللي أعرفها بصراحة أنه الطفل دائما يكون إذا كان معنف من قبل أهله راح يصير طفل عدواني بالمجتمع مع أصدقائه مع أخوانه مع أي أحد بالشارع. فبالتالي اليوم ضروري أنه إحنا ما نعنف أطفالنا، ما نوصلهم لمرحلة التعنيف. اليوم كل طفل يخطأ، كل طفل معرض للخطأ، هذا الشيء يعني لا يناقش عليه اثنين، لكن مو أي طفل ينضرب أو مو على أي سبب ينضرب، والضرب ما راح يكون بالضرب المبرح اللي إحنا يعني دائما نقول انه يعني صار عنده اثار من عنده، هاي راح يكتسب عادات سيئه. لحد يوم امس على احد مواقع التواصل الاجتماعي شفت اب يعنف بابنه بطريقه جدا وحشيه. يعني اليوم احنا نعرف انه اكو قانون مفعل بالعراق لحمايه الطفل لمعاقبه الاب. طيب هذا الاب يعني ما اعرف ما عنده هذه الرحمه، اوكي طفلك غلط، ممكن انه انت تعاني من حاله نفسيه، لكن الطفل شنو ذنبه انه انت رابطه بحب يعني حرفيا انه هو رابطه يعني حبال برجله وما اعرف رافع رجليه وايديناته مشبقهن وده يضرب بيه بالعوده ويصوره وفاتح يمكن على ما اظن انه لايف على برنامج التيك توك. يعني نتمنى من الجهات المسؤولة انه الالتفات لهذه الحالات. اليوم اي اب يسوي هيك بابنائه يعني نتمنى انه هو ينال اقصى العقوبات في سبيل انه هو يكون عبرة لغيره، لانه هاي الظاهرة جدا منتشرة بالمجتمع. بالتالي هاي الظاهرة اليوم تولد أطفال عدوانيين، تولد أطفال ما يقدرون يتأقلمون ويا المجتمع الخارجي، حتى يوصل مرحلة إنه هو ما يتأقلم ويا أخوانه إذا كان الطفل معنف. العلاج إنه اليوم الطفل من الضروري إنه إحنا نتبع ويا مبدأ الثواب والعقاب. نجح سوى شيء إنه أنت أو أنت طالبة من عنده، ممكن انه انت تكافئه بهديه، غلط ممكن انه هذه عاقبه عقاب بسيط انه اخذ لعبته، اخذ تليفونه، اخذ الايباد، احرمه من شيء، لكن مو ينضرب الضرب اللي نسوي عنده عقد نفسيه ويصير الطفل عدواني ويصير بس يضرب او مثلا ما يعرف يتعامل ويا المقابل. هاي الاشياء كلها راح يصير مردودها على الاسره، لانه دائما نعرف انه النواه الحقيقيه للطفل هي الأسرة والعائلة، الأب والأم. حتى وإن كان الأب والأم هما منفصلين، لكن ممكن أنه أنتم تحافظون على أبنائكم وما تحسسوهم بمشاكلكم. ممكن أنه يكون الطفل أو الأطفال بين أمه وبين أبوه، لكن لازم أكو يعني معاملة بما يرضي الله، وما يكون انه اكو هناك تفرقه. ما يصير انه انت تعلميه انه انت يكون هو حاقد على والده وانت تعلمي انه هو يحقد على امه. بالتالي هاي التفاصيل وهذه المشاكل اللي تكون بين الكبار راح تاثر على اطفالكم. اليوم اي شخص او مثلا اي اثنين ناوي انه هم يقبلوا يعني يكونوا مقبلين على مشروع زواج، هذا المشروع جدا بمسؤوليه عاليه من ناحيه الاطفال، حتى اكثر من ناحيه الحياه الزوجيه. اليوم انتم من تقررون انه انتم تسوون اطفال لازم تكونون انتم قد المسؤوليه، قد مسؤوليه انه هذول الاطفال لازم انتم تربوهم احسن تربيه، توصلوهم لمراحل دراسيه، تطبعوهم باطباع يعني حاول تكون بعيد عن اطباعكم السيئه. فنتمنى انه اي عائله عندها اطفال او عندها طفل معنف تعرف تتعامل وياه، وما دائما تعلمه على الضرب في سبيل انه هو يستعدل، لانه بالتالي هاي الاشياء راح تجيب نتيجه عكسيه. مشاهدينا الكرام اكيد ما زلنا مستمرين وياكم، لكن عندنا انتقال الى فاصل غنائي قصير وبعد اكيد راجعين وياكم. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بعد الفاصل الغنائي، والتأكيد ما زلنا مستمرين لكم بفقرات الظهيرة لهذا اليوم. وصلنا لكم إلى فقرة السوشيال ميديا. أكيد اليوم رح نحكي عن تأثير السوشيال ميديا على فئة المراهقين. هذا الموضوع جدا خطر وجدا مهم بصراحة. اليوم على كل عائلة
وعلى كل أم وعلى كل أب، على كل شخص مسؤول اليوم بعائلته تكون عنده من فئة المراهقين أو المراهقات. هاي الفئة اللي هي تكون بمرحلة عمرية حرجة وصعبة وقاسية، ممكن اليوم أي مراهق أو أي مراهقة يكون عنده اضطرابات نفسية بهذه الفترة. أكثر صفة بيهم هي راح تصير العناد، وهذا الشيء كلنا متفقين عليه. لكن أنه اليوم السوشيال ميديا ارتباطه بالمراهقين صار ارتباط مثل ما نسميه، أنه هو صار مثل الارتباط جدا وثيق. أكو فد يعني دائما تتسمى انه له ما هو عالمهم صار بين قوسين. لكن هذا العالم ممكن انه هو يكون على شقين، سلبي وايجابي. اليوم المراهق او المراهقة من يفتح مواقع التواصل الاجتماعي راح يكون كل شيء مفتوح واوبن قدامه، بالتالي اليوم هو معرض للابتزاز، معرض انه هو لا سمح الله يلتجئ الى امور اخرى، معرض انه هو يدخل بامور اكبر من عمره، وايضا يكون فريسه سهله جدا للناس اللي هم يكون بلا ضمير، الناس اللي هم يكونون يعني دائما يسمون انه هم يصطادون بالماء العكر، يصطادون يختارون وين الفئه اللي هي تكون ما عندهم خبره وما عندهم احد رقيب عليهم. اليوم فئه المراهقين مسؤوليه الجميع، مسؤوليه الاب، مسؤوليه الام، مسؤوليه الاخ اذا كان كبير بالعمر، مسؤوليه المعلم، مسؤوليه المدرس، مسؤوليه اي شخص مسؤول. ليش؟ لانه بهذه الفتره راح تنبني شخصية الرجل الولد أو البنت. فبالتالي اليوم هاي الفئة لازم تعامل بطريقة خاصة جدا وبحذر أيضا. اليوم مو إن أنت بنتك مراهقة أوكي إحنا مو ضد إنه الشخص يدلل أولاده، لكن بحدود بمراقبة. اليوم كلهم عندهم تليفونات، طيب أنت تعرف بنتك أو بنتك إيش تسوي بالتليفون؟ احنا مو مسألة تدخل بحياتهم الشخصية ابدا، ولا مسألة ثقة. ممكن هو يكون تربيته وايضا تكون منطشي البنات او الاولاد ثاق من عدهم وثاق من اخلاقهم، لكن يبقى الحذر واجب. ليش؟ لانه احنا اليوم في زمن ما يعرف بيه بس رب العالمين، هذا الزمن ممكن انه هو يخدع اي شخص، خصوصا المراهقين. اليوم هم يعني في زمن جدا صعب للأسف، رغم التطور اللي احنا به، لكن هذا الوقت لازم نكون به جدا حذرين على أولادنا للمحافظة عليهم، مو لأنه أنت تقيد أولادك أو لأن أنت ما عندك ثقة ببنتك، ما عندك ثقة بابنك. هذا الشيء ما له علاقة بالمحافظة، بالحرص على أبنائك أو على بنتك أو على ابنك، أو يعني إذا كان رب أسرة. اليوم ضروري أنه احنا نحط لهم خطوط حمراء، نحط لهم أمور أنه هم يكونون ماشيين عليها، لكن أيضا تحت المراقبة. لكن لا تحسسي أو لا تحسسه أنه أنت تراقبه، خليه يكون شخصيته وتكون عنده الثقة الكافية بنفسه، بنفس الوقت تحت رقابتك. لأنه اليوم للأسف الشديد أنه بعض البنات ونسبة كبيرة من عندهم أيضا بهذا العمر عندهم يعني تكون هي دازة صورها، أحد يبتزها، دائما الأعمار اللي تكون يعني بعمر المراهقة وبعمر يعني تكون إنه بين 12 سنة إلى 18 سنة. فبالتالي اليوم هاي الأعمار بحاجة إلى يعني رقابة، بحاجة إلى يعني انه لازم تكون الام حريصه على بناتها في سبيل انه هي ما تنوضع بهذا المازق. لانه اليوم عندنا كثير من يعني بما يسمى رجال، ولا هم بالحقيقه هم مو رجال، يعني دائما يكون عنده شغف انه هو دائما انه يكسب عقل او قلب الطفله المراهقه، مع العلم انه هي طفلة ما اعرف انه شنو الغرض والغاية. من بعدها يبدي انه هو يعني ممكن انه يعني يبدي انه هو يبتزها بصورها، يبتزها بهاي التفاصيل او بالفيديوهات. فبالتالي
بالتالي اليوم انه يعني لازم احنا نكون حريصين على بناتنا وحريصين على اولادنا بهذا العمر الحرج جدا، ونتمنى لهم اكيد السلامه ويعدون هاي الفتره العمريه بسلام. مشاهدينا الكرام اكيد ما زلنا مستمرين معكم، لكن راح ننتقل وياكم الى فاصل غنائي قصير واكيد من بعدها راجعين وياكم. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل الغنائي الجميل، اكيد ما زلنا مستمرين لكم. وايضا قبل الفاصل كنا نتحدث بموضوع هو تاثير السوشيال ميديا على فئه المراهقين. اكيد مثل ما ذكرت قبل ما نطلع بالفاصل انه اكو بعض المراهقات انه اليوم بحاجه بصراحه الى مراقبه من قبل الاهل. صحيح انه اليوم الحياه صعبه ودائما يقال انه الحياه تلاهي، لكن اليوم يعني لبناتكم عليكم حق، لانه اليوم اللي توصل الى شعبه الابتزاز الالكتروني اتصالات يعني باعداد جدا مرعبه لحل مشكله الابتزاز. طيب انه اليوم هاي البنات مو من المعقول انه اليوم ما عندها احد كبير ينصحها، فنتمنى انه اليوم تنتبهون على بناتكم، تنتبهون على اولادكم، لانه بالتالي هو اليوم السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، يا اما يوصل الشخص للقمه يا اما ينزله الى سابع ارض او الى مستوى جدا ضحل. تأثير كبير ممكن انه هو بصراحة مو على فئة المراهقين فقط، حتى على الكبار بالعمر اليوم، حتى علينا احنا المواقع والتليفون وهاي التفاصيل والتكنولوجيا صارت لها تأثير جدا كبير بحياتنا. لكن اليوم الشخص البالغ مو مثل الشخص اللي يكون عمره 15 12 13 14 سنه، هاي الاعمار تكون ممكن انه هو يكون عقله مو مكتمل، شخصيته مو مكتمله، يقدر انه اوكي اليوم اي شخص مراهق لزم التليفون انه ممكن ينشر منشور او مثلا يعلق تعليق يكون يعني يجذب النظر، وايضا يجذب بعض الاشخاص السيئين انه ممكن هم يضحكون على عقله، يعني يغروه باشياء هي غير موجوده، يخلوه يدخل بمواضيع وهي مواضيع المخدرات وهي جدا منتشره يعني بشكل جدا كبير. احنا ما نريد انه نبث الطاقه السلبيه ونقول، لكن هاي الواقع وهذا الشيء اللي موجود داخل المجتمع حاليا، هاي الظواهر احنا من دا نحكي بيها ودا ننوه عنها، دا نقصد انه انتم ضروري انه انتم تنتبهون على اطفالكم او تنتبهون على اولادكم اللي بفئات حرجه. دائما نقول انه هاي الفئه فئه صعبه حتى على الاهل. طيب اليوم انت مو تخلي بنتك او ابنك محروم من هذه التفاصيل، محروم انه حتى جهاز موبايل ما عنده، هذا الشيء غلط، لان هو لا بالحرمان ولا بالوقت اللي مفتوح بدون رقابه. مشاهدينا الكرام اكيد ما زلنا مستمرين معكم، لكن احنا عندنا استطلاع حول دخول الفنانين المغتربين الى العراق، خلينا نروح نشوفهم بعد اكيد راجعين معكم. مساء الخير عليكم متابعي قناة سامرة الفضائية، اليوم وياكم باستطلاع حول دخول الفنانين العرب والفنانين المغتربين إلى العراق لإحياء حفلاتهم، خليكم ويانا. أكيد هذا الشيء يعني يدل على أنه البلد بأمان يستقطب الفنانين العرب، وهذا معناته البلد مستقر، وهذا الشيء كلش حلو، بالعكس فالدافع للسياحة أيضا كذلك، فشيء فد حالة حضارية جدا. تشوف أنه هذا الشيء راح يتطور من البلد؟ والله نأمل بهذا الشيء، أكيد أكيد، يعني مرافق السياحية المفروض أكثر، أماكن لإحياء الحفلات، حتى الخارج هم يشوفونه أكيد، لأنه من فنان الفنان يصير استقطاب للفنانين. والله الجانب الحلو يعني الاصوات، اكو ناس ترغب اصوات عربيه عراقيه، تختلف الاصوات يعني مثلا العراقي عن اللبناني عن الخليجي، يعني اصوات انا بالنسبه للعراقي بس يعجبني الصوت المصري اللبناني، يعني اللهجات يعني يا حبذا شوي بها حلو، يعني فد غنه فد نغمه حلوه. اثنين، هي طبعا دخول الفنانين العرب او الاجانب الى العراق، هي طبعا انا حاله صحيه. ليش هي الحاله الصحيه؟ لان اول مره هم
يشعرون نفسهم ويشعرون للآخرين ويشعرون الدول العربية والدول الأخرى بأن العراق في أمان، في أمن وأمان. اثنين بالعكس أنا أشوف أشجعهم بهذه الطريقة. ليش؟ حتى الشعب العراقي يشعر بالارتياح، يشعر بالأمان، يشعر بالصحة، يشعر بالعافية، يشوف بلدنا مستقر زين. بالعكس أنا أشوف هذا حتى ينطي ثقافة، للشباب والشابات العراقيين اللي يلتجون إلى طريق الفن. بالعكس أنا أشوف عامل تشجيعي وعامل حلو وعامل صحي وعامل إيجابي يعني يخلو من كل السلبيات. نشوف اليوم الحكومة لازم يكون لها دور بدخولهم وتأمينهم وأنه لازم يطورون مسابقاتهم. الحكومة والجهات المعنية يجب أن يكون لها يعني مسؤولية كبرى في دعمهم وفي رعايتهم وتأمين الحالة الإيجابية لهم من خدمات الأمور الأخرى، الأمان، الصحة، يعني اللي يوفرون كل الإجراءات لهذا بحيث بتخلي يشعر بالحالة السلبية الموجودة في المجتمع. والله هذا فشيء يعني حلو يفيد العراق، الشعب العراقي محتاج هيك شيء. يعني شيء حلو ومرتب واهلا وسهلا بليج. يعني البلد بلدهم. زين. وانا اشوفها هاي ان شاء الله يعني تفيد الشعب، لان الشعب هسه يعني يعني ماكو فد مسائل ترفيه للمواطن، شوف المواطن يعني تعبان، يحب هيك شيء، ليش لا؟ هلا بليج. مرحبا. طبعا تواجد الفنانين بالعراق هذا يبث رساله طبعا الى جميع العالم انه العراق اصبح بها بيئه امنه، بيئه امنه مو فقط للفنانين العرب وانما بيئه امنه حتى للفنانين الاجانب. احنا نشوف بقيه الدول العربيه حتى القريبه المجاوره انه تكون حفلات للاجانب لل يعني غناء وغيرها وهذا الشيء، فنحب انه هذا انه يصير بالعراق عندنا، ليش نروح نسافر للخارج؟ شنو الرسالة اللي ممكن نوصلها للعالم بدخول الفنانين العرب والفنانين المغتربين اللي صار لهم هواي مجاهيل؟ هو مثل ما قلت لحضرتك انه الرسالة توصل انه العراق بيئة امنة وبلد حلو يحب الحياة وكل شيء بيمتوفر. شكرا للزميلة رهف على هذا الاستطلاع اللي أدت لنا من أحد مناطق بغداد. بالتأكيد اليوم نعرف أنه هيك خطوة مهمة يعني ترفع من الروح الإيجابية داخل بغداد وأهل بغداد. اليوم نشوف أنه يعني دخول الفنانين العرب إلى العراق هذا يدل على نقطة جدا مهمة، وهو أنه العراق بعد بخير، العراق ما زال أنه بخير، وأيضا الوضع عندنا الأمني مستقر وماكو أي إشاعات تبث، لأنه اليوم نشوف أنه بعض البلدان ماخذ نظرة أنه العراق يعني بلد خطر أنه هاي التفاصيل، لكن بالحقيقة أنه إحنا بلدنا موفر الأمن والأمان إلى شعبه وإلى كل الضيوف اللي يجونه. بالتأكيد هذه الإضافة جدا جميلة، يعني أنه يجون فنانين يحيون حفلات عندنا، يرجع المستوى الفني يرتفع من جديد، ترجع الأمور اللي كنا مفتقديها على سنوات طويلة. بصراحة اليوم إحنا بحاجة، اليوم دائما نقول أنه الشعب العراقي بحاجة إلى فرحة. بالتأكيد أنه هذا الشيء اللي ساعد إلى نقطة جدا مهمة، وهي الأماكن الترفيهية اللي مفتوحة حاليا داخل بغداد وداخل العراق. هذا الشيء ساعد أيضا باستضافة فنانين يعني عرب، سواء كانوا عرب كبار، لكن هاي التحضيرات لازم تكون تحضيرات دقيقة، تحضيرات كبيرة. إذا كل هاي التفاصيل قدرنا إحنا نوفرها داخل العراق، هاي تدل على نقطة إنه إحنا في تطور. إحنا اليوم يعني ماكو الحقبة الزمنية اللي الصعبة اللي كنا عايشين بيها تقريبا إنه هي يعني ممكن انه باقي بعض من اثارها، لكن انه هي الحقبه خلصت وراحت وولت. اليوم احنا في تطور مستمر، خصوصا من بعد خليج 25 وايضا الافتتاحيه والختام اللي والتنظيم الرائع اللي كان موجود بهذه البطوله، ايضا ضاف اضافه ايجابيه جدا الى العراق والى سمعه العراق من بعد ما كنا احنا خارج يعني دائما خارج اي مباريات، خارج اي بطولات، دائما كان اكو هناك حظر على الملاعب وايضا حظر على كل شيء. اليوم كان حتى بعض الفنانين هم عندهم مخاوف انهم يجون للعراق. قبل فتره
من بعد ما صارت هذه المظاهرة أمام أحد المدن اللي كانت مسوية حفلة لأحد الفنانين العرب، ما أعرف شنو الغاية من عندها. يعني إحنا يوم دا نشوف إحنا متطورين، وإحنا يعني إحنا عندنا حفلات وعندنا أماكن ترفيهية وأيضا عندنا نوادي ليلية، شنو الغرض من إحنا نمنع هكذا حفلات لا أحد يعرف؟ لكن هاي العقول الرجعية إن شاء الله إنه بعد ما تتعرض لحفلات الغنائية اللي تقام في بغداد، وأيضا ترجع البسمة والبهجة والفرح إلى جميع أنحاء العراق وبالذات تحديدا في العاصمة بغداد. وأكيد نتمنى السلام والأمان إلى كل شعبنا ولكل بلدنا. مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة، وأيضا شكر خاص لكل كادر العمل وكادر البث المباشر اللي كان مرافقني على مدار الساعة من الوقت. انتظرونا يوم غد إن شاء الله، أو يوم السبت إن شاء الله، بيوم جديد وأسبوع جديد وحلقة جديدة. إلى اللقاء.